المغرب يتسلم مليوني جرعة من لقاح كورونا. وزير الداخلية يذكر الجماعات بعقلنة تدبير النفقات. إصابة 17 تلميذ بجروح في حادثة سير بسطات. إصابة 3 رجال أمن في تدخل أمني بالبيضاء. سؤال الجدوى يرافق تطبيق وقايتنا بشأن الحد من انتشار كورونا. نشرة الأخبار من صافي جود، أهلا بكم. تسلمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من مطار مومباي بالهند، وتحمل الطائرة مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا الذي وصلت إلى المغرب كدفعة أولى. هذا الخبر جاء بعد الجدل الكبير الذي طرح بعد تأخر لقاح كورونا عن الوصول إلى البلاد. لنستمع لرأي المواطنين بمدينة أسفي في هذا الموضوع مع ميكروفون أمين هنفوري ودنيا خالدي. بالنسبة للتأخر ديال اللقاح، هذا الشيء اللي كيدور في السوق هو أن قال لك المغرب ما عندوش باش يشري باش يخلص قال لك هذا اللقاح، وعاودوا كان هو من ضمن الدول السبعة اللي كانوا مكلاسين، وعاودوا قال لك بأنه ما عندوش إمكانيات ولاو داو دول أخرين على حساب هادشي اللي كنسمعوا. وحاليا دابا بالنسبة لهاد الحكومة اللي كاينة دابا ما كتبقاش هذاك المصداقية بين المواطن وبين الحكومة، هذا هو الإشكال في كاين دابا. فالمسألة ديال تأخر اللقاح كاين واحد العدد ديال المضاربات، الآراء والمضاربات، يعني ما بقيناش عرفنا واش هاد الكورونا كي تيقول واش هو كورونا ولا هاد اللقاح واش هو غير ديال فيروس ديال النزله ديال المنزله لا غريب. هادشي اللي حنا تندخلوا دابا تنشوفوا داكشي، ولكن حاليا باقي ما باقين شك، كاين شك، وبالاخص على اللقاح اللي تيقولوا على اللقاح شينوا اللي ديك المرحله الثالثه باقي ما دواوش عليها، ما قالوا عليها والو، واش كاين شي مضاعفات ولا لا. وكاين اللقاح الاخر اللي هو ديال انجلترا اللي تيقول ان لقاح انجلترا برؤوا هذاك المختبر دابا اللي هو يتبيع دابا هذاك اللقاح ما برؤوه، لان ما يقدرش يحط وقع عليه شي مضاعفات وينوض يدعي او يطالب بحقه من هذاك المختبر. وحاليا حنا باقيين كي تيقول دون لو نيون، باقي ما فهمنا شيء، ما عرفناش. وانا شخصيا ما اللقاح ما حاليا تنتردد اخر اللقاح، ما سمعنا بلي كيقولوا منه ما متوفرش في الصين ولا مكان ولا الدوله اللي غادي تصنع اللقاح، ما عندهم جاء التاخير على ما هادشي اللي كنسمعوا. تاخير اللقاح ماشي في مصلحتنا، من الاحسن يا ريت لو كان اللقاح كان بزاف ديال الحالات كانت غادي نتفاداو، يعني غيكون المرض قليل شويه، ربما كاع ينتظر هذيك باش تنمى المناعه ديال الانسان وداك الشيء، فهمتي، بسبب داك التلقيح هو في مصلحتنا. تمنينا لو دار افون ما يبقاش دابا معطل. دعا وزير الداخلية رؤساء الجماعات إلى استحضار التوجيهات التي حملتها دورية عدد 9744، وذلك خلال تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2021، وأخذا بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، وانسجاما مع التوقعات التي حملتها قانون المالية أو التي حملها قانون المالية لسنة 2021، والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب 8% مقارنة مع السنة الماضية. وركزت رسالة الوزير إلى رؤساء الجماعات على عقلنة تدبير نفقات التسيير والتدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، وكذا التسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، إضافة إلى أداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. أصيب 17 تلميذا بجروح خفيفة على إثر حادثة سير وقعت يوم أمس الخميس بإقليم سطات حسب ما أفادت به السلطات المحلية لعمالة الإقليم. وأوضح المصدر ذاته أن الحادث وقع على مستوى جماعة ولاد الصغير على بعد 20 كيلومتر من سطات،
وذلك جراء اصطدام حافلة للنقل المدرسي كان على متنها 28 تلميذا وسيارتين للأجرة من الحجم الكبير. وأشار إلى أن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية انتقلت إلى عين المكان لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لسطات لتلقي العلاجات الضرورية. أصيب 3 موظفين للشرطة بمدينة الدار البيضاء بجروح على مستوى الرأس والكتف والساعد أمس الخميس خلال تدخلهم لتوقيف جانحين من ذوي السوابق القضائية العديدة هدد أمن وسلامة المواطنين. الشرطيين المصابون يعملون بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، وكانوا قد تدخلوا ضمن دوريات بحي التشارك بمنطقة البرنوسي لتوقيف المشتبه فيها الرئيسي الذي كان في حالة اندفاع قوية وهدد سلامة الأشخاص والممتلكات بواسطة السلاح الأبيض وقنينات غاز، كما ألحق خسائر مادية بمحلات تجارية بمشاركة الشخص الثاني قبل أن يعمد إلى الاعتداء على العناصر الأمنية بأكواب وقنينات زجاجية. وقد تم حسب البلاغ نقل الشرطيين 3 المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما تم إيداع المشتبه فيهما معا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. بعد مرور أكثر من 7 أشهر على إطلاق تطبيق وقايتنا، تطرح تساؤلات عديدة حول المساهمة التي قدمها في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب طيلة الفترة الماضية. وأطلقت وزارة الصحة هذا التطبيق الذي يعتمد على استخدام تقنية البلوتوث من أجل إشعار مستعمليه في حال أثيما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد-19 في غضون 21 يوما التي تلت هذه المخالطة. لكن عددا من مستعملي هذا التطبيق أكدوا في بعض الخرجات أنهم لم يتلقوا يوما أي إشعار يفيد بمرورهم من القرب من شخص آخر مصاب بكورونا، وهو ما يثير التساؤل حول فعاليته وفائدته. الشارع الأسفي كان له رأي في هذا الموضوع. المتابعة مع أمين هنفوري ودنيا خالدي. ديانا كانت مزيانة، الهدف ديالها أننا نعرفوا يعني شكون اللي جاي من حدانا، إلا كانوا الناس كونتاميني وداك الشيء كان كتبقى كيوصلنا واحد الميساج ان سيغتان ميساج. بالنسبة لهذيك الابليكاسيون مزيانة، واخا ما عطاش لحد الفعالية بالنسبة للمواطنين، ما كاينش واحد الوعي بالنسبة للمواطنين كافة، ويعني علينا حنا كمواطنين هو بلادي ما يدير الاحتياطات تطبيقات الاحترازيه شي اللي قالت لها الدوله وصافي هذا. بالنسبه للابليكاسيون انا عندي درتها في البدايه وتبعت هذوك التعليمات ولكن مابقاش ما كتخدمش ليا ملي كنديرها، ما كتخدمش، ما عرفتش واش انايا ما عرفتش كيفاش نابليكي يعني نستعملها ولا ما فهمتش. من ناحيه وقايتنا هذيك الابليكاسيون هذيك ما استعملناها ولكن ما منهاش عيب حتى شي حاجه فيه. إلى هنا متابعينا نصل إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من صافي جود. للمزيد من المعلومات زورونا على www.safigood.com. شكرا على المتابعة، في أمان الله.